يعد إيروين شرودينجر واحدا من أبرز مؤسسي ميكانيكا الكم، حيث قدم إسهامات كبيرة حازت على إعجاب المجتمع العلمي. ولعل أبرز ما قدمه لهذا المجال قطة شرودينجر، وهي تجربة ذهنية قام بها العالم النمساوي، ومفادها وضع قطة في صندوق معدني إلى جانب عداد جيجر وقارورة من السم، بالإضافة إلى مطرقة ونظير مشع. وعندما يتحلل هذا الأخير، يكتشف عداد جيجر ذلك ويدق المطرقة لإطلاق السم في القارورة الذي سيقتل القطة بعد ذلك. وهذا ما سينجم عنه تحلل إشعاعي يتميز بانتقال ذرة العنصر إلى عنصر آخر أو نظير موازن لذات العنصر، أي أن الذرة تتحلل وفي نفس الوقت لا تتحلل، وهو ما يصطلح عليه علمياً باسم حالة التراكب. وهذا ينسحب على مصير القطة التي قد تكون على قيد الحياة وفي نفس الوقت ميتة، حتى يعاد فتح الصندوق وينقشع الضباب عن مصيرها. فإذا حاولت التنبؤ وافترضت أنك على علم بحالة القطة، فمن المحتمل أن تكون مخطئاً. لكن من زاوية أخرى، إذا افترضت أن القطة في مجموعة من جميع الحالات المحتملة التي يمكن أن تكون عليها، فأنت على حق. وعند النظر إلى القطة بعد فتح الصندوق، ستعرف على الفور ما إذا كانت حية أم ميتة، وبالتالي تنتهي حالة التراكب للقطة التي تعرف بعبارة أخرى فكرة أنها حية وميتة في نفس الوقت. وقد تم استخدام قطة شرودينجر في فرضية تعدد الأكوان والعوالم، حيث يزعم بعض العلماء بأن أي حدث يقع في الكون ينجم عنه نشوء أكوان أخرى متفرعة استناداً إلى عدد احتمالات نتائج الحدث. فإذا ماتت القطة في الصندوق في كوننا، فإنها قد تكون قد نجت في الكون الموازي. لكن ثمة فئة أخرى من العلماء تعتبر هذه التأويلات مجرد هرطقات تنم عن هذيان وفلسفة مبالغ فيها، ولا يوجد دليل يؤكد صحة تلك التأويلات. خلاصة الكلام: فتجربة قطة شرودينجر ليست تجربة حقيقية ولم تقم بأي إثباتات علمية، بل وليست جزءا من أي نظرية علمية، لكنها تستخدم كأداة لجرد الاحتمالات الممكنة للمادة حتى يتمكن الشخص العادي من إدراك مآلاتها وتكتمل الصورة.